كثير منا قد تتاح لهم الفرصة ويشاهدون العلامات. وها هي الصورة أمامنا، لا تحتاج إلى توضيح. الفلوس دي ملعونة، متع بفلوسك ودلع نفسك. أكيد أنت فاكر عمر كان بيحبني قد إيه. أنتوا أهلي وأنتوا اللي هتقضوا على اللعنة دي. وهنقضي عليها إزاي يا ساحر؟ أنت بجد راجل؟ حاسب يا خالتي. ما تقوليش يا خالتي. أنت راجل؟ أنت بجد راجل؟ حمد ربيلة آخرك. يعني أنت ناسية كل حاجة، فاكرة بس إن أمي كانت راقصة. أموت في البلد. هتقتل تسعة. ده اكيد ليه علاقه بموضوع اللعنه اللي قلت لكم عليه. انت ليه محسس ان ممكن تجار سبح؟ ده احنا بنبيع الموت يا ساده. لازم تبقى عارف ان احنا بندفع ثمن غلطتنا. انت القعده جنبك لعنه. لعنه عرفت ليه؟ اخرس يا حمار. رجع لهم فلوسهم وبرجع لي علي الرهده معاك. انت مش واخد بالك من اللي بيحصل حواليك ولا ايه؟ سيطر على دي عيله. خلاص ابقى لناش غير بعض. ظهور عمر في هذا اليوم كان له اثر جميل، ولكننا لم ندرك انها بدايه اللعنه.